عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المكرونه بالكبده. كنت شفتها بتتباع في المحلات بتاعه الكشري، مكرونه في طاجن كده وبيحط على الوش كبده، بس انا بصراحه ما عملتهاش في الطاجن، انا عملت كل حاجه لوحدها وحطيتهم على بعض، طلع طعمهم حلو جدا. تابعوا معايا الفيديو عشان اقول لكم انا عملتها ازاي. طبعا هنستعمل اي نوع من المكرونة، بنحط مية بتغلي ونحط فيها معلقة زيت ومعلقة ملح، ولما بتغلي بنحط كيس المكرونة اللي احنا عايزينه. اول ما بحس ان المكرونة استوت خلاص ببتدي اصفيها واشطفها بالمية واسيبها تتصفى. دلوقتي هنعمل الصلصة، محتاجة صلصة طماطم وكياس صلصة وبابريكا ماجي اللي هي مكعبات ماجي وتوم وزيت. الزيت هنحطه في الحلة وبعد كده عليه التوم. اول التوم ما بيحمر ببتدي اضيف مكعبات ماجي والبابريكا. هنزل لكم ان شاء الله اللينك بتاع مكعبات ماجي اللي عملناها قبل كده مع بعض. بعد كده هضيف صلصة الطماطم واضيف اكياس الصلصة. الصلصة بالطريقة دي بتطلع حلوة جدا، انا بعملها ساعات بالثوم من غير بصل، بتبقى جميلة جدا. واللي حابب طبعا يحط فلفل حامي يحط شطة يعني. خلاص كده المكرونة والصلصة اتعملوا، هنحطهم بقى على بعض. دلوقتي نعمل الكبدة، محتاجين كبدة متقطعة مكعبات، هي بصراحة كانت عندي في الفريزر يعني مقطعة وشايلاها. البهارات بقى عندنا ملح وكمون قرفة، 7 بهارات، نص معلقة صغيرة بصل، فلفل أخضر متقطع مكعبات، والطماطم برضو مكعبات، وتوم وليمون وزيت. الطماطم أنا شايلة البذور بتاعتها. هنحط الزيت وعليه البصل وعليه الثوم، اول ما بيبتدي يتحمر بقوم ضايفه عليه الفلفل. زي ما انتم شايفين البصل والفلفل انا مقطعاهم على ايديا مكعبات، يعني انا مش حطاهم في الكبه او حاجه. بعد كده ضفت البهارات، زي ما قلت لكم البهارات نص معلقه صغيره. هضيف الكبده، هسيبها بقى هي تنزل ميتها، مش هضيف اي حاجة تاني، يعني انا هحط الكبدة كده واسيبها. ببتدي طبعا اقلبها كل شوية، كل ده وانا فاتحة الحلة انا مغطتش عليها خالص. ضفت دلوقتي الليمون، خلاص كده هي قربت تستوي. بضيف الطماطم، زي ما انتوا شايفين الطماطم انا شايلة البذور زي ما قلت لكم، بسيبها حوالي 5 دقايق مع الطماطم. خلاص كده استوت، هغرف المكرونة. اللي حابب يغرف المكرونة وعليها الكبدة ويدخلها الفرن في الطاجن، وممكن في ناس برضو بتحط موتزاريلا على الوش، بس انا حسيتها تبقى تقيلة بصراحة، فكده عجبتني يعني ان انا كل حاجة لوحدها وحطيتهم على بعض كانت حلوة ما كانتش وحشة. هحط الكبدة على الوش، عليها بقى شوية بقدونس. خلاص كده الطبق بتاعنا جاهز وجميل جدا. نعمل سلطة الطحينة بسرعة، عندنا طحينة وخل وملح وكمون، ملح وكمون ربع معلقة صغيرة وشوية مية. دي اسرع طحينه بعملها، عملنا مع بعض قبل كده نوعين من انواع الطحينه، ان شاء الله انزلها لكم برضو في صندوق الوصف. حلوه قوي يعني بجد، غدا جميل جدا ومتكامل.
الحديد مع النشويات، يعني أكلة حلوة قوي، عايزاكم تجربوها ويا رب تعجبكم. بالهنا.